السلام عليكم، مرحبا بكم. انا فرج رفيع ايكونوميست. اليوم غادي نخصو هذا الفيديو، غادي ندويو على الشيك والانواع ديالو. الشيك اي ان مويان دو بيمون بريزونتي سو فورم دان كارني دو شيك. il permet de transférer l'argent d'un compte bancaire à un autre et peut être utilisé pour les règlements entre particuliers ou la société ou la particulier et société. Vous pouvez aussi utiliser pour transférer de l'argent de vos comptes à un autre. Il peut en effet tout à fait être effectué à votre propre nom. يعني هاد الشيك هو واحد الوسيلة ديال الأداء، يعني كنخلص به واحد السيد اللي كيتسالني شي حاجة. هاد الشيك ممكن يدوز من يد ليد، يعني الملكية ديالو كتحول من شخص لشخص. يعني انت كتخلصني بالشيك وانا كنخلص واحد اخر بداك الشيك ديالك، وهي غدا هاد العملية كتسمى لوندو سومو، وبالعربية اللي هي التضهير. عفوا، الطريقة هي انني كنسني في الظهر ديال داك الشيك ونعطيه للاخر، وهو كيدير نفس الشيء، يعني حتى هو كيسني وكيدوز لواحد اخر، وهاد العملية ما عندهاش حدود. الى مر الشيك من الفيرسو ديالو، يعني من اللور ديال الدار ديال الشيك، يعني كنغرافيو معاه واحد الورقة عادية كتسمى لا لونغ، ونكملو فيها التوقيعات. وكاين واحد النوع ديال الشيك اللي كيتسمى شيك باري، اللي هو كيدار في الفوق في الجنب ديالو جوج شريطات كيكونوا متوازيين، يعني في الريستو ديال الشيك، يعني من القدام، وغالبا كيكون الفرق كيكون الفوق وعلى اليسار. المعنى ديال ان هاد الشيك ما يمكنش يتصرف اون اسبيس، يعني ما كيتصرفش بالفلوس باستثناء مولاه، الا مولاه اللي عنده الحق يصرفه اون اسبيس. خاصك تدفعه في الحساب ديالك، يعني كدير الرميز للشيك في حسابك، وكيدوز الفلوس من الحساب من الحساب ديال مول الشيك لحسابك انت. الا كان الشيك اللي دفعتي يعني في نفس الوكالة، يعني ميم اجونس، يعني الفلوس غادي يدوزو سيور بلاس. الا كنت في نفس البنكة مي في الوكالة مختلفة، يعني ماشي في نفس الاجونس، يعني غدوز هاد الفلوس غدوز على يومين، يعني دو جور. الا كان البنك مغاير، يعني ماشي نفس لي بنك، يعني الفلوس ديالك غدوز لك على 3 جور. هادشي الا كانت البروفيزيون. اما الا ما كانوش، راه كتسلم واحد الشهاده ديال الرفض الاداء اللي كتسمى سيرتيفيكا دو ريفي دو بيمون. الشيك فاش كيكون عادي ماشي باري، يعني وبغيت نتخلص فيه اون اسبيس، نرد البال لو ليو دو بيمون، يعني المكان ديال الاداء كيكون في الشيك، يعني البلاصه فين غنتخلص فيه. على الغالب كيكون الوكالة اللي فتح فيها مول الشيك، بمعنى خاصك تمشي للوكالة ديالو باش تخلص كاش. الا ما مشيتيش للوكالة ديالو خاصك تدفع الشيك في الحساب ديالك، باستثناء بعض الحالات يكون الشيك فيه يؤدى في جميع الوكالات البنكية الفلاني، يعني هادو كيكون بين قوسين. هاد عاد غادي تصرفو في اي وكالة ديال البنكة ديالك. الشيك مثلا عطيته لواحد السيد اللي هو اكس، ونكتب سميتو في الشيك، يمكن يستافد منه السيد مثلا بزاف ديال الناس بي و سي الى غير ذلك. يبقى كيدور من يد ليد، هادشي اللي كيتسمى يعني تظهير لوندو سومو. ما عدا الا كتبتي في الشيك من الفوق نون اوندوسابل ولا ان او، يعني غير قابل للتظهير، هكا غيولي دور عند ديك لاكاز ديال المستفيد، بحيث ان هذاك اللي محددو يعني في الشيك الوحيد اللي يمكن ليه يستافد من الشيك، وميمكنش يعطيه لشي حد واحد اخر. يعني مثلا الا عطيت لك انا داك الشيك وكتبت لك فيه مثلا نون اون دو صابل، يعني ميمكنلكش انت تعطيه لواحد اخر، عندك غير الحق انت اللي هو تصرفه. ويلا كان الشيك باري ومكتوب فيه يعني نون اون دو صابل، فغتكونوا يعني فهمتوا بلي ان الوحيد اللي غادي يستافد من الشيك هو اللي مكتوب في بلاصه المستفيد، وخاصو يدير ليه الروميز، يعني يدفع في الحساب ديالو. وكاين واحد النوع اخر اللي كيتسمى شيك سيرتيفي، يعني هاد العمليه ديال اثبات الشيك، يعني سيرتيفيكاسيون دو شيك، كتعني ببساطه ان البنك هو اللي كيضمن الاداء ديال المستفيد. مثلا فاش كتشري سياره من عند شي شركه،
كتطلب ليها كتطلب ليك شيك سيرتيفي، يعني هي ما شغلهاش في داك الهضره ديال ما عندكش فلوس ولا سينياتور يعني ما مقداش ولا غلطه ولا شي حاجه. هكا هي كتولي تعرف البنكه، يعني كتحاسب مع البنكه ما كتحاسبش معاك انت، يعني ماشي انت. يعني كيفاش كتتم هاد العمليه؟ فاش كتمشي سيرتيفي الشيك عند البنكه ديالك، البنكه كتاكد باللي عندك داك المبلغ في الحساب، وكدوز سيرتيفيكاسيون عندها في السيستيم. هكا دوك الفلوس كيخرجوا داك الساعه من الكونت ديالك، وكيبقى في واحد الكونت يعني انترن ديال البنكه، يعني الفلوس ما كيبقاوش في الكونت ديالك، كيدوزوا للكونت ديال البنكه الاصلي. البنكه كتطبع عليك الشيك باللي راه سيرتيفي. انت فاش كتعطي داك الشيك لشي حد وكيدفعوا، كيخرجوا الفلوس من داك الكونت انترن اللي ديجا حطات البنكه في الكونت ديالها، وكيخدمهم داك المستفيد، وكياخذهم داك المستفيد. هاد العمليه يؤدى عليها، يعني كتخلص عليها، وكتبقى هاد السيرتيفيكاسيون ديال الشيك لمده 20 يوم فقط. يعني عندها المده ديالها غير 20 يوم. مثلا دفعتي الشيك في حساب ديالك ورجعوا ام بي، زعما راه ما تخلصش. ماشي بالضروره غيكون رجع، غادي يكون رجع على الفلوس، ممكن يكون ما تخلصش لاسباب اخرى. يعني التوقيع اللي في داك الشيك غلط، ما صحيحش، يعني لا نو كونفورميتي. هنا غادي نكونوا سالينا الحصه ديالنا ديال لو شيك، اي على بروشين ان شاء الله.